all about ancient coins. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وأصحاب حالكم. عملتنا ما بتتباعش ليه؟ لأسباب كتير. طبعا كل عايز يعرف وعايز أهم حاجة عنده يبقى عملته. أولا عملتك كده عمرها ما بتتباع لوحدها، استحالة عملتك تتباع لوحدها أبدا. ليه؟ مين اللي هيجي يشتري منك وتحطها كده عندك؟ في أساسيات للبيع والشراء يا جماعة للعملات القديمة زي أي حاجة بتتباع عندك في بيتك، بتبقى عايز تعمل فيها إيه؟ تبقى عايز تعطرها وتنضفها وتروقها لو أي حاجة. ليه؟ عشان كده لما تجيب 100 جنيه تجيب 200 جنيه بتغلب الزبون. طيب عملتك دي بقى تغلبها الزبون إزاي؟ وهي عملة موجودة معايا ومعدي 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 ومعدي. بنبيع كتب وبنجيب حاجات وبنقرا لكم وبنجيب لكم كل المعلومات عن العملات، تمام؟ على اساس ان انت برضه تبقى انت عارف عملتك. احنا بنقول اوزان ونقول حاجات ليه، ونقول العمله بتاعتك مسقوط منها كام عمله، مليون ولا اتنين. ليه؟ عشان تعرف ان العمله بتاعتك نادره ولا مش نادره، العمله بتاعتك دي منها كتير تسوى قد ايه. قلت اهم شيء بقى في البيع والشراء هو ايه؟ معرفه تبيع ازاي. دي اول حاجه هنعمل سلسله عشان تعرف تبيع ازاي عملتك دي من اول من الالف للياء. تاني حاجه عملتك دي لازم تكون نظيف انصر، حتى لو مش انصر تكون نص نص، المهم تكون نظيف. مش تبعد عملتك معلش يعني مؤاخذه متسخه ومش عارف عليها ايه، وعمله ورق متبهدله وعلى كتابه ومقطوعه نصها ومقطوعه ومتبهدله، وتقول لي تسوى كام؟ تسوى كام ايه؟ ما انا دايما بقول لك لو تسوى حتى 200 جنيه وبتكلم عليها في الفيديو اوعى تاخد ال 200 جنيه، لان عملتك متبهدله الربع بالظبط واقل كمان، ما حدش هياخدها منك بالطريقه دي، هيدور على الثانيه النظيفه وياخدها. فانت دايما حتى لازم تعرف العمله دي بتتباع ازاي، عملتك حالتها ايه، لازم تعرف نوع العمله مسقوط منها كام، العمله دي نظامها ايه، قديمه جديده مع ناس كتير شحه، يعني الكلام ده كله لازم تعرفه صح. تاني حاجه في عرض وطلب، ودي اهم حاجه العرض والطلب صح ولا لا، تعرض ازاي، الطلب من ايه، توصفها ازاي، تلبس الزبون ازاي، تصورها ازاي، الكلام ده كله هنعرفه مع بعض، تمام. تاني حاجه مين هيشتري، وده بقى الاساس، دي اساس بقى الموضوع كله، الشراء والبيع، تمام. والعرض برضه نفس الشيء، لان هو دي العنوان ده برضه هو، لان بيقول لك الجواب بيبان من العنوان، ما تبقاش العمله بتساوي 50 جنيه وتروح تكتب لي 200 جنيه، الجواب باين اهو، هو نفسه اول ما تشوف ايه، ان هو اول حاجه انت بتكتبها فوق خالص السعر، اول ما تشوف السعر بتاعك بقوم بعد عنك خالص، وغيره وغيره وغيره، لانه فاهم وعارف ومدور وسائل ولافف وعارف هو بيلف ليه؟ على اساس ان الثاني عارض انت عارضه ب 200، بروح للثاني عارضه ب 100، بروح للثالث عارضه ب 50، هاخد ال 50. بيبقى في ناس اوقات يا جماعه بتخش جروبات او بتخش على المواقع ما بتبقاش عايز تشتري عمله، داخل قلس يجي يبص يلاقي شكل العمله نظيف وجميل، خد بالك، وانصر، يعني شوف العمله لما تكون متنظفه بتبقى حلوه، خد بالك، يعني بتعجبه، حتى مش داخل يشتري وانت عارض عليها مثلا 50 جنيه يقول لك والله انا واخد العمله دي، هو داخل مش عايز يشتري خالص يوم واخد. هي كده البيع والشراء كده يا جماعه. فاهم نقطه في البيع والشراء، يبقى لازم تعرف بتبيع ايه ومين اللي هيشتري منك، تمام. طيب العمله اللي معاك فيها ايه مميز، فيها ايه مميز، وعددها كام، اصدرت منها كام، خدت بالك. هنا بنقول كل ده في كل فيديو، بنقول كل حاجه وبنشرح كل حاجه، مش عايز اجيب لكم حتى سمك العمله ايه، قطرها ايه، وزنها المظبوط ايه، كذا وكذا وكذا، اصدار منها كام، اتعملت في ايه، في عهد مين، اتعملت ازاي. انا ممكن اجيب لك كل شيء عن العمله، حتى اتسقطت ازاي، اتعملت ازاي، مناسبه ايه، خدت بالك، عملوها ليه اصلا كمان. انا مش هقول لك كل الكلام ده عشان ما اطولش عليك الفيديو بس خلاص، تمام. ده ايه العرض والطلب. معنى العرض والطلب ده اهم الاسباب لعدم بيع العمله. ليه؟ لان عملتك بتاعتك دي العرض بتاعها لازم تكون العمله بتاعتك نظيفه جدا، لازم تنظفها. عملت فيديو للتنظيف، اوعى تنظف بحاجات تانية خالص تبوظ العمله بتاعتك وتخليها تفقد قيمتها او تفقد لونها او تجنزر او تقل وزنها او الكلام ده كله، المواد دي كلها دي بتبوظ العمله بتاعتك، يبقى انت خسرت عملتك كلها، تمام. دي حاجه معينه لازم تعرفها، هنعرف برضو مع بعض كل حاجه، تمام. لازم تعرف ان العمله بتاعتك دي وضعها ايه، كتيره قليله، تصورها حلو،
صورتين بس، مطلوب منك صورتين، وش وظهر وكله صورتين حلوين، فتبقى واضحين جدا علشان تعرف تعرض وتكتب عنوان حلو ليه. العملة بتاعتك قلت له ابعت عملته، قول لي ده هي تسوى ايه، هقول لك بالظبط ده تسوى ايه. ما تسمعش كلام اللي بيقول لك 1000 و2000 والكلام الفردي، انت بتيجي حتى تطلبه او بتعلق له او ما بردش عليك اصلا، ما بعبركش صح ولا لا. ده ما ينفعش، نقي الناس اللي بتتكلم صدق بغض النظر عني وتابعها احسن لك انت، بس ده اللي انا اقدر اقوله. طيب نعرض على ايه؟ تعرض على امازون، تعرض على السوق المفتوح، تعرض على جروبات، تعرض على منصات الاجتماعي، في منصات كتير، في مواقع كتير، في وفي وفي، كل جروبات بيقلصوا بيتكلموا بتاع، ما انت لازم تلاقي ده ودي. سبحان الله، انت بتبيع، انت عايز تعرض عملتك لقطه بتاع لقطه، عملتك فيها ايه مميز؟ انت اصلا حتى كاتب وصف وحش، وما انتش كاتب وصف اساسا، انت كاتب سعر وخلاص. حتى العمله اللي معاك 59 جنيه انت كاتب لك 200 جنيه و300 جنيه. عايزين انت فاتح متجر او فاتح محل وبتتاجر فيه، ده عمله قديمه انت تلاقيها عندك ولا مش عارف ايه، واحد نص جنيه ولا ربع جنيه ولا بتاع، ما يسواش حاجه خالص، وعايز تبيعه لك 200 جنيه، ليه يعني؟ انت ترضى انت تاخده مني ب 200 جنيه؟ ترضى تاخده ب 50 جنيه؟ وهو اصلا ما يسواش ال 10 جنيه؟ ما هو ده شيء طبيعي. انت اللي عملته كده، نزلنا الاسواق هوب فلوس كتير، هوب التجار استغل، عارف ان انت مش فاهم في العمله، عارف كل حاجه، عارف ان انت نازل كده خلاص تبيعه بس، يقوم صيدك، ناخد منك حته ال 5 جنيه، وانت ماشي خد ال 5 جنيه، ويروح بقى ب 20 جنيه ب 10 جنيه، ما هو كسب فيها 5 جنيه ولا 10 جنيه، قال لا، هو كده كده كسبان، تمام؟ لازم يا جماعه نعرض صح، لازم ننظف عملتنا صح، لازم نعرف عملتنا دي بتعمل فلوس قد ايه، قلت هاتوها لي وانا اقول لكم بالظبط العملات بتعمل ايه، تمام؟ بس انا قلت اعرض لكم كمان على المواقع، عايزين ايه؟ مانيش فاهم، هنمشي سلسله مع بعض نعرف العملات بتاعتنا بتعمل ايه؟ دي مقدمه على اساس نعرف لحد ما نبيع عملتنا ازاي، تمام؟ لان قبل كده لازم تعرف الكلام ده كله كويس لعملتك، علشان احنا مش مقدرين اي عمله وعايزين نبيع وخلاص. هو الزبون مش هيجي لك لحد، تقول لي شوف لحد، اشوف لك حد ازاي؟ ازاي انت بعيد عملاتك 30 40 50 عمله على بعض، واجنبي وعربي وكله على بعض لخبطيطه، وبعتهم لي واصلا متسخين ووحشين وشكلهم حتى فين حلو وفين وحش، ما انتش حتى مستخسر تقول نص ساعه تنضفهم ولا ساعه. قلت دايما سيب العمله بتاعتك يوم كامل يا اخي في ميه بصابون بتاع بشويه خل بشويه ليمون بشويه بتاع زي ما نشرح في الفيديو، سيبهم يوم وتاني يوم طلعهم بس كده وامسحهم، وهات فرشه اسنان اللي هي تكون ناعمه خالص انعم حاجه، ومشي عليها كده اهو، وحته قماشه بيضه منضفه كده واحده يعني في معاك وبقت شكلها حلو وجميل، عشان تزيد في السعر، بدل ما عامله 20 بقى هتعمل 40. هي كده اي شيء عندك كده بتبيعه كده، تمام ولا لا؟ لان لازم تعرف من اسلوبك انت وطريقتك في العرض، اللي هيجي يشتري بيعرف انك فاهم في العمله ويعرف كويس انك مقدر العمله، عمره في حياته ما يقول لك اليوم ده ب 10 جنيه وهي تكون بتساوي 50 جنيه، لا هيقول لك 60 جنيه، لان هيخاف. هي كده، هي الشراء والبيع كده يا جماعه، تمام ولا لا؟ فانت تنضفها كويس وتوقعها كويس والعمله تبقى كويسه، خد بالك. ونشوف موضوع الشير، الشير ده بقى هو محور الاساس، ان اللي بيشتري ليه هو اللي هيبص كل شيء في النهايه، ويبص كل حاجه انت هتكتبها وياخد منك العمله بتاعتك. هنعرف في الفيديوهات اللي جاي نعمل ايه بالظبط، ونمشي واحده واحده كده بالظبط من البدايه كده اهو، ننظف ازاي، نعرض ازاي، ايه المطلوب مننا نعمله علشان عملتنا تتباع بكل سهوله وبكل بساطه، تمام؟ اتمنى ان اكون بفيدكم، اتمنى ان اكون بفيدكم يا رب، تمام؟ يعني بجيب لكم كل شيء عشان تبيعوا عملتكم حتى اهو، انما علشان تقول لي شوف لي وشوف لي، لا مش هشوف، معرفش شوف، هتشوف ازاي وانت اصلا معلش يعني، عشان انا عارف انت مش قادر عملتك، وعارف ان انت ما انتش مهتم خالص بيا، وانت عايز تبيع وخلاص، وعمرها ما هتتباع، مش هتتباع كده بالطريقه دي. فارجو انكم تتابعوا الفيديوهات دي وتركزوا معايا في كل حاجه هقولها في الفيديوهات اللي جايه، عشان نعرف نبيع عملتنا ازاي وتتباع باذن الله، وهتبقى خير باذن الله للكل، تمام؟ دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.